السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل متابعي مؤسسة النظام الطاقي، أهلا بكم، معكم سواح. حلقة جديدة من حلقاتنا على اليوتيوب هنتكلم فيها عن الحسد. قبل ما نبدأ في الحلقة وندخل في الموضوع على طول، أحب أنوه عشان تحديثات اليوتيوب المستمرة، لو أنت جديد معنا أهلا بيك، برحب بيك عضو جديد في أسرتنا، سجل اشتراكك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك إشعار بكل جديد. فكرة الحسد هي تمني زوال النعمة، والنعمة دي اللي هي ظاهرة فيك مش المخفية، بمعنى ممكن تكون النعمة دي قوة، ممكن تكون إنجاز انت حققته أو شيء بتمتلكه، أو ممكن تكون إن هي ميزة في شخصيتك. الشيء الظاهر ده بيكون الحسد فيه هو تمني زواله عن طريق الصورة الذهنية. ربنا سبحانه وتعالى في سورة النساء الآية 54 بيقول بسم الله الرحمن الرحيم: أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله فقد أتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وأتيناهم ملكا عظيما. صدق الله العظيم. يعني أنت الناس هيحسدوك على النعمة اللي ربنا ادهالك، على الفضل اللي أتاك من رب العباد. ولازم تبقى عارف إن الناس بتحسد الشيء الظاهر زي ما وضحنا، بمعنى هي ملهاش في أي شيء مخفي، ليها الجزء اللي ظاهر فقط. ما يهمهاش بقى أو ما تعرفش أنت عانيت قد إيه عشان توصل للشيء ده، أو أنت ناقصك إيه، أو أنت حققت ده إزاي وتحملت إيه في رحلتك وفي طريقك. لازم تبقى عارف ان احنا كلنا متساويين، الارزاق كلها مقسمة، انت مش احسن مني وانا مش احسن منك، محدش فينا بياخد اكتر من التاني، ولكن بسبب عدم الوعي بننسى كل ده وبنركز فقط على الاشياء اللي ظهر عند غيرنا وبنتمناها لنفسنا، ده شيء، وناس تانية ممكن حتى لو مش بتتمناها لنفسها بتتمنى زوالها عشان ما تبقاش انت مميز عنها في فكرهم. الفكرة هنا ان الحسد هو يعتبر اقوى طاقة سلبية ممكن تصيبك وتأثر فيك، ولكن بتختلف حسب المتلقي، يعني حسب الشخص المحسود. ممكن يبقى شخص مش بيؤمن بالحسد او عنده جزئية الحسد دي صغيرة جدا، فبالتالي التأثير بتاع الحسد عليه هيكون صغير جدا، وشخص تاني بيآمن جدا بالحسد ومركز عليه فبرضه تأثير الحسد هيكون عليه مختلف وكبير جدا جدا. احنا في الحلقة دي بنوضح فكرة الحسد عشان نوضح ازاي نحصن نفسنا منه وازاي نعالج نفسنا في حالة وجود الحسد. زي ما وضحنا وقلنا ان الفكرة بتكون واقفة على تركيزك، لان هي الفكرة كلها صورة ذهنية، يعني الشخص الحاسد ده بيكون راسم صورة ذهنية في عقله بيشوفها دايما، ان انت حصل لك لا قدر الله مصيبة، حصل لك شيء، ان انت زالت منك النعمة، صورة ذهنية بتترسم. وطالما الموضوع هو صورة ذهنية يبقى انت اول تحصين تعمله لنفسك انك ترسم صورة ذهنية عكسية ودايما تركز عليها. عندك نعمة معينة وخايف انها تتحسد، ركز على الصورة الذهنية ان هي محفوظة ومستمرة ومستديمة وموجودة معاك على طول، فبالتالي الصورة الذهنية بتاعتك انت هتكون الاقوى. الصورة الذهنية اقوى من الصورة الذهنية بتاعت الحاسد. كمان لازم دايما يكون لك ذكر، يكون لك توكيدات. الناس اللي متابعانا اكيد فاهمة يعني ايه توكيدات، انك انت تزرع توكيدات في عقلك بشكل مستمر، توكيدات بالحماية، توكيدات بحفظ النعم، توكيدات في الزيادة، زيادة النعمة اللي عندك. كمان لازم تحصن نفسك بالدعاء، والدعاء هنا انك انت هتنفذ سورة الفلق ولكن بالدعاء مش قراءة، بمعنى بدل ما هتقول قل اعوذ برب الفلق، لا هتقولها كدعاء: اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. ترددها دايما كدعاء، رددها كل ما تحس انك انت قلقان او خايف من الحسد،
رددها كل ما تحس ان بيوصلك شعور بالتعاسة بسبب نعمة انت فيها، تعرف على طول ان في ناس بتحسدك، في ناس حسداك على النعمة اللي انت فيها. ترددها كدعاء، رددها باسترخاء وبقوة كأنها توكيد بتزرعه في عقلك، هتفرق معاك جدا جدا جدا، وهتكون هي الحصن المنيع اللي بيمنع عنك كل الطاقات السلبية اللي جاية لك بسبب الحسد. هتحصن نفسك انك دايما هتشوف نفسك محمي، هتشوف نفسك كأنك في بلورة من كرم ربنا، من طاقة ربنا اللي نازلة على الأرض، طاقة حماية، حصن كبير مفيش طاقة سلبية قادرة انها تخترقه. طيب لو انت حاسس انك انت محسود تعمل ايه؟ تتوضأ، وانت بتتوضأ يكون تركيزك على غسل طاقة الحسد وخروجها من جسدك. يعني وانت بتغسل ايدك وبتفركها تتخيل ان بينزل من بين اصابعك طاقة الحسد دي، وانت بتغسل وجهك كذلك، يعني كل تفاصيل الوضوء تركز عليها ان هي بتخرج طاقة الحسد منك. كمان انك انت تبدأ تسترخي، تتنفس بعمق، ثم تبدأ تحصن نفسك، تبدأ تدعي ربنا اعوذ برب الفلق، تفضل تدعي ربنا وانت تتخيل ان هناك طاقة كبيرة عظيمة بعظمة الله تهبط عليك من السماء، تغسلك، تنظفك، تطرد كل الشوائب اللي سببها الحسد منك وتبعدها عن طريقك. ركز على النعمة اللي في حياتك اللي انت دايما شايف ان هي ممكن تكون دي سبب الحسد، او ان دي اكتر حاجة الناس مركزة عليها وبتحسدك عليها، وافضل ارسل لها طاقة الحفظ اعوذ برب الفلق. وانت شايف النعمة في عينيك، سواء كان شيء انت بتمتلكه او ميزة في شخصيتك او اي شيء انت ممكن تكون معرض للحسد بسببه، ارسل لها الطاقة دي وتخيل ان الطاقة دي بتحميها، بتدور حواليها عشان تحميها من كل الاشرار. الفكرة بسيطة، الفكرة سهلة جدا، انك فقط تركز على الحفظ، تركز على الحماية، تركز على الحصن، بدل ما تكون مركز طول الوقت على الخوف والقلق من الحسد. وزي ما قلنا ان في فرق بين الشخص اللي بيصغر جدا قيمة الحسد والشخص اللي دايما خايف منه، يبقى انت مطالب كمان انك انت تصغر قوي 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 قيمة الحسد في حياتك. لازم تبقى عارف انك بمجرد ما بتلجأ لربك بيحميك، فاذا الحسد لا يضرك في شيء. لازم تبقى عارف ان كل متوقع آت، وتوقعك بانك محمي هتلاقي نفسك انت فعلا محمي، وهتلاقي اثار الحسد اللي في حياتك بتختفي تماما. زي ما قلت في الحلقة دي حاجة بسيطة جدا عن الحسد، مش هنتكلم فيه كتير عشان ما نكبروش اكتر او نديله حجم اكبر من حجمه. الحسد لما بتتركه وتتركه يتفاعل في حياتك بيدمر، بيقتل، بيحرق. لكن لما بتحفظ نفسك منه وتقضي عليه بيكون لا شيء. نقول تاني، معظم الناس اللي بتتكلم النهاردة بالذات عن الحسد والعين، الموضوع يا جماعة بسيط، ما نكبروش، فقط نحصن نفسنا. دايما الناس اللي في رحلة وعي او في دايرة وعي بتكون عارفة امتى وازاي وليه تحمي نفسها، وامتى تتصرف، وامتى تركز، وامتى تطرد تركيزها بعيد عن النقطة اللي خايفة منها. ولذلك دعوة للكل، زي ما دايما بقول دعوة للكل ابدأ وعي، بقولها تاني في الحلقة دي، صدقني ما تأخرش او ما تتأخرش اكتر من كده، ابدأ رحلة وعيك الان. تقدر تتابع قناة النظام الطاقي وتتابع كل حلقاتنا السابقة وتنتظر الحلقات القادمة. لو انت جديد معنا سجل اشتراكك في القناة وفعل الجرس، واي استفسار تقدر تتواصل معنا على الرقم اللي ظهر امامك على الشاشة. نلتقي على خير في حلقات كتير قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شجرة الحياة، لا احد يختلف ان هناك مراكز للطاقة في الجسم، وهي المسؤولة عن استقبال الطاقات الخارجية من البيئة المحيطة
والتي تؤثر في النفس والروح والجسد، كما أنها مسؤولة عن إظهار الطاقة الكامنة في الجسم إلى العالم المحيط. شاكرة التاج، شاكرة العين الثالثة، شاكرة الحلق، شاكرة القلب، شاكرة السرة، شاكرة العجز، وشاكرة الجذر. اطلبيها الآن واشحني طاقتك ونشطي شاكراتك من خلال واتساب عبر الرقم التالي، أو تعرفي عليها أكثر من خلال الموقع الرسمي لمؤسسة النظام الطاقي.